رجعت معكم مشاهدينا ناتالي معي اليوم بإيت سمارت. رح نحكي عن الأرنبيط، عن البروكولي، عن هالعيلة من الخضار. بونجور ناتالي. صباح الخير. ماشي الحال؟ كيفك؟ فينا نقول إنه هلا موسم؟ هلا نحن كل السنة عنا أرنبيط وعنا بروكولي وملفوف. دايما بنشوفهم. مزبوط. هلا إذا بدنا نحكي عن مواسم، لأنه حلو نرجع على المواسم الطبيعية، لأنه مثل ما دايما بقول إنه الخضرة والفواكه وقت اللي تكون بموسمها، يعني تطلع على رواق، بتكون ميزاتها الغذائية أفضل. نعم. وبتكون كمان يمكن نوعيتها مختلفة. منلاحظ الفرق وقت اللي الخضرة بتطلع هي لوحدها بوقتها بموسمها. وهلأ وقت اللي نحكي عن البروكولي، وقت اللي نحكي عن الأرنبيط بالأخص، هلأ ببلش موسمهم. يعني عنا من هلأ لا يمكن أدار نيسان هو موسم تقريبا هالنوعين من الخضرة. هلأ وقت اللي نحكي عن البروكولي، في فترة الناس كانت تقول أوكي أنا ما بشرب حليب، ما بأكل جبني، ما بأكل لبني، بس قالوا لي إنه البروكولي بيحتوي على كميات منيحة من الكالسيوم، وبالتالي فينا نستغني عن هالفئة من المأكولات. هلأ صحيح إنه البروكولي بيحتوي على كالسيوم، بيحتوي على، إذا بدنا نحكي عن كوب من البروكولي بيعطينا تقريبا شي 5% من احتياجاتنا اليومية للكالسيوم. عم نحكي عن شخص، عن أدولت يعني، بس نسبة كتير صغيرة. نسبة صغيرة، بس أفانتاج البروكولي بنوعية الكالسيوم هو إنه البيو افيلابيليتي أو الكمية المتوفرة وقدي عم نمتص منها أفضل من بقية أنواع الخضار، مثل وقت اللي نحكي عن السبانغ أو عم نحكي عن غير مصادر للكالسيوم النباتية اللي بتحتوي على مواد بتمنع امتصاص الكالسيوم. يعني بس نوعية، بس إذا نقارن بكبية حليب مثلا، الكبية الحليب في فرق أكيد، في فرق بالكمية أول شيء. إذا بدنا نقارن كوب بكوب، هلا أكيد تنقدر نوصل للكمية اللي موجودة بكبية حليب بدنا ناكل كتير بروكولي، بس هيدا ما بيعني إنه البروكولي منا مصدر للكالسيوم. فينا ندخلها بنظامنا غذائي، خاصة إنه هالمادة اللي بتمنع امتصاص الكالسيوم اللي موجودة من بقية مأكولات نباتية منا موجودة بنفس الكمية بنفس النوعية، إذا فيني أقول، من البروكولي. دونك فيه أفانتاج البروكولي ككمية كالسيوم، بس بضل كمية منا كتير عالية مثل ما عم نشوف. هلا البروكولي ما فيه كتير نسبة سعرات حرارية، وبالبروكولي كمان هو مصدر جيد للفيتامين كا اللي هو مهم جدا لسيالين الدم. هلا هون اكيد الاشخاص اللي عم بيتناولوا مسيل للدم بدهم ينتبهوا انه مش فرد مره يزيدوا كميه استهلاكهم البروكولي او الارنبيط. بيحتوي على فيتامين سي، والفيتامين سي نحن دائما بنقول بالشتوية ما في مصادر للفيتامين سي، وبرهنا بالأسبوعين الماضيين انه في كتير خضرة وفواكه بالحلقات الماضية انه في كتير مصادر للفيتامين سي حتى بفصل الخريف وبفصل الشتاء. البروكولي والأرنبيط هن من هالمصادر المنيحة للفيتامين سي. هلا السؤال هو اذا عم ناكله ني او مطبوخ. تفرق؟ أكيد بتفرق. الفيتامين سي بيتأثر لحد ما بالحرارة، وأهم شيء بالمي. يعني نحن مهم إنه وقت اللي بدنا نطبخ البروكولي ما نسلقه بالمي، نخسر هالمي، نخسر أكيد أكتر كمية من الفيتامين سي. وغير أنواع من الفيتامينات موجودة بالبروكولي وبالأرنبيط اللي هي الفولات اللي هو الأسيد فوليك اللي مهم يعني لكتير مشاكل صحية منها عند السيدات الحوامل. بنعرف قد ايه اهميه هالفيتامين هاي، بنعرف قد ايه اهميه هالفيتامين كمان لبعض انواع من الانيميا كمان. دونك مهم انه اهم شيء ما نسلق البروكولي. ونحن معودين انه الخضره هي بتنعد، البروكولي والارنبيط يمكن والكوسه والجزر هن الخضره اللي بنسلقها. لازم ما نسلقها بالمي، مهم كتير إذا بدنا نطبخها تنحافظ على هالفيتامين سي بالأخص والفولات وهالفيتامينات اللي بتدوب بالمي، إنه يا نعملها ستيمينج بالبخار على البخار أو فينا كمان يمكن نطبخها بالمايكروويف. هلأ يمكن في كتير ناس يقولوا لي أوف مايكروويف، في كتير ناس ما بيحبوا المايكرويف. أنا ما بلاقي إنه المايكرويف هو من الطرق عاطل. هلا أكيد إذا قديم المايكرويف، إذا صار له فترة، أكيد بدنا ننتبه إنه يضل بحالة جيدة. بس الأفانتاج بالمايكرويف إنه بيطبخ بسرعة
دونك احنا وقت اللي نكون عم نطبخ بطريقه سريعه نحن عم نوفر على هالفيتامينات يمكن مزبوط يعني تاثير الحراره العاليه والوقت منخففه. دونك انا ما عم اقول كل شيء نطبخه بالمايكروويف بس فينا مثلا مزبوط انه نساعد هالبروكولي تنطبخ بسريع بطريقه اسرع. طب اذا طبخنا هالبروكولي بيخني واكلناها مع ميتها اوكي هون اتس اوكي او كمان في خساره للفيتامينات؟ هلا اللي بيخسر الفيتامينات هي اول شيء الحراره العاليه كثير والوقت، يعني كل ما كانت الحراره عاليه وعرضناها لوقت طويل وفقدنا المي لانه اكيد بالمي بتروح. هلا اذا اكلنا رجعنا الطبق اليخني بتضلها احسن من اذا سلقناها ورجعنا كبينا المي. هلا الكميه بالمي ما كثير مهمه، هو المهم اكثر الحراره نعرضها على الاكسجين والوقت قد ايه عم نعرضها للوقت. مشان هيك عم بحكي عن المايكرويف لانه بنعرف انه المايكرويف في عنا عامل الوقت اللي نحن فينا نتحكم فيه. بس كمان اذا نفكر بطريقه تقليديه الطبخ على البخار كمان سريع، خاصه اذا بنخلي هالقرشه بالخضره صح يعني مزبوط انه ننطرها تصير مستويه على الاخر. مزبوط البخار بيطبخ بسريع بطريقه اسرع من السلق، يعني كمان هون عم نكسب وقت، مش بس عم نكسب انه ما عم الفيتامينات مش عم تطلع بالماء. دونك هيدي نقطه كثير اساسيه. هلا فينا ناكلهم نيين كمان؟ فينا ناكلهم نيين. هلا في شغله بالبروكولي وبالارنبيط، هيدي هالفئه من الخضار بتحتوي على مواد مهمه جدا اللي هي السلفوروفان، المادة مضادة للتأكسد، والدراسات فرجت أنه بتكافح بعض أنواع من تكاثر الخلايا السرطانية، خاصة اللي بتتأسى مثل البروستات، مثل البريست كانسر، مثل الكولن كانسر. دونك هول الأنواع من المادة الموجودة بالأرنبيط وبالبروكولي من السلفوروفان والمواد تانية ما رح فوت سئيلة اسمها شوي طويل. هول المواد فرجت انه وقت اللي نحن منمضغ البروكولي او منفرمها بروكولي وارنبيط كمان نحن منخلي مواد معينة موجودة بهالخضرة تتحول لهالمواد المنيحة اللي نحن عم نفتش عليها لمكافحة هالأنواع من السرطان. والطبخ والحرارة العالية ممكن انه تخفف من هالماده ما رح اقول هالماده ولكن هالبروسيسوس هيدا اللي بيصير، لانه هي انزيم لازم تكون موجوده تتهضم اذا فيني اقول هالماده الموجوده بالخضره وتحولها لاكتيف كومباوند اللي هو هيدا اللي مهم لمكافحه انواع السرطان. دونك مهم كثير انه وقت اللي بدنا نطبخ هالانواع من الخضار اكلها ني كثير منيح، لأنه نحن بالنهاية عم نمضغ أو عم يمكن عم نفرم البروكولي، ما عرف إذا بنفرم، بس أكثر شيء هو عملية المضغ. في روستات بيفرموا فيها البروكولي، بيفرموا فيها الأرنبيط، بيستعملوها بالتبولة، شفت كثير رايس اكزاكتلي. دونك هول طرق فينا نساعد هالبروكولي إنه يحول هالمواد هاي تتقدر توصلنا بالآخر. الحرارة بتقتل هالأنزيم هاي، الحرارة العالية لفترة طويلة بتقتل هالأنزيم وبالتالي ممكن تخفف من وصول هالمادة لعلنا بالنهاية. هلا المصران بيقدر يعمل هالتحولات هاي بس بشكل بسيط، يعني حتى إذا أكلناها كلها سوا للبروكولي أو الأرنبيط ولكن بضل هالأنزيم هي مهمة. دونك الأرنبيط والبروكولي قد ما فينا نخفف طبخة بيكون أفضل. هل أنواع من الخضار كيف هي على الهضم عنا؟ هلأ أنا هيدا الموضوع اللي بدي انتقل عليه. هلأ هالأنواع من الخضرة مشكلتها هي أنه بتحتوي على أنواع من الكربوهيدرات اللي هن رافينوز بالأخص، ما منهضمه، ما عنا الأنزيمات نقدر نهضمه، مشان هيك بيعملوا غازات، مشان هيك هن أنواع من الخضار بيزعجوا بعض الناس، بيزعجوا بعض الناس أكثر من غيرها لأنه في ناس الجهاز الهضمي عندهم حساس أكثر على هالمواد هاي، اللي عندهم يمكن مشاكل مصران الغليظ أو غيرها. هلأ مشان هيك مهم أنه وقت اللي بدنا ندخل هالأنواع من الخضار ندخلها تدريجياً، يعني مش فرد مرة أو كميات ناكل كميات كبيرة، نبلش أول نهار بكمية قليلة نرجع شوي شوي تنرجع نعود المصران على استهلاك هالأنواع من الخضار. ولما تكون مطبوخة منحس فيها أقل من لما تكون نية للأشخاص اللي بينزعجوا؟ مزبوط، بس
فينا شوي شوي ندخل هالأنواع من الخضار، نطبخها مش كتير تنخفف من وطئة هالمواد هاي، وبنفس الوقت ما نتضايق ونستفيد بالنهاية من هالفوائد الغذائية. شغلة كمان مهمة، سمعنا كتير إنه الأرنبيط والملفوف كمان مش منيح للأشخاص اللي عندهم مشاكل بالغدة، لأنه ممكن إنه مواد معينة بهالأرنبيط والملفوف وكمان أقل شوي بالبروكولي تأثر على نشاط الغدة. هلا الصحيح بهالشيء بتبطئ، يعني هي بتبطئها للغده، بتمنع تحويل اليود بعمليه السنتيز تبع الهرمون تيرويديان. هلا السبب هو انه الاشخاص اللي عندهم نقص باليود هن معرضين، واذا عندهم اكيد مشاكل غده لانه وقت بيكون في نقص باليود كمان بيكون في مشكله بالغده، هن معرضين انه يتاثروا باستهلاك هالانواع من الخضار. بس الاشخاص اللي ما عندهم مشكله يعني كمية اليود بجسمهم مبدئيا ما عندهم مشكلة مع هالخضرة هاي. هلا أفضل دايما الأشخاص اللي عندهم مشكلة بالغدة الدرقية التيرويد إنه الخضرة يطبخوها، لأنه الطبخ بخفف من هالمواد اللي عم بحكي عنها. هلا بتسأليني طب نطبخ ولا ما بنطبخ؟ أكيد مهم إنه يعني في فوائد صح بالميلتين مزبوط، دوم نحن بنعرف شو هي الطريقه اللي صح اللي هي بالنهايه بتاثر على صحتنا بشكل ايجابي او سلبي. وما ننسى انه هي خضره بتحتوي على الالياف، نحن بحاجه انه ندخل الياف وفيتامينات بنظامنا الغذائي. والحلو كمان بهيدا الخضار بدي زيد انه بيضاينوا عنا صح. هلا لطريقه الحفظ بالبراد، البروكولي اول شيء بس بدنا ننقيها، مهم كثير نطلع على التيج تبعها الستم كعبه اذا كانت منشفه يعني منها طازه اكيد دونك نسبه الفيتامينات بتكون اقل. اكيد بالبراد نتركها ما نتركها على الكاونتر. ثانك يو لهالمعلومات نتالي، رح ناخذ بريك ومكملين.